شي الروينه فين كانت هذيك الكليامات العافيه فين كانت شاله ها هي السلام هنا فين كانت هذيك العافيه شي بحال هاد ريزيستونس شي هاد الكحلين الاول الثاني الثالث هذا طاير شي وهذا الاخر هذا هو اللي كان مدوز لك الصوره اللي كانت محروقه في الكارطون مير كيف قلت كان داخل لك الماء ولا في شور مضروبه وشوف السمر وشوف في شور السلباش هذه رسمت ديال الله في شور هاي داخله وسط الدجاج هاي الدجاج شوف من داخل غير نقلبوا لا في شور شوفوا ديال لا في شور كيف شوفوا خويا هذا خويا لالينات راه تقطعوا هذا السلك هذا اللي كتشوفيه راه مدوز واحد لالين بحال هاد لالين هذه اللي كتشوفها شي دقيقه بحال تقطعت جات حتى لهنا وتقطعت وبقى هذا وهذا لا كيتجمع بيناتهم واحد السليك شي باش يدوز هذا السلك هذا ويدوزوا الكارطون هذا هو كيبقى كونترول اللي غنديرو انا مدوز شي ملي كنحركو مدوز يعني مسولي هذا مع هذا يعني راه مسولي هنا كيبقى لي حاجه وحده نكونتروليها واش ندوز من الفوق كحلت ياك شي ملي كيعواج هنا يعني فوق منه مسولي شي يعني هذا مسولي مع هذا انا شاك في التحتاني هذا شاك فيه غنضطر انا ندير ليه واحد النقيشه هاتي نعم لا 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 باقي تسير دخل الاخرين حتى النهار عرفتي حتى الليل تمشي حتى الليل سمعتيني كريح سيبريمي كتب تك 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 دير كاع هذاك التخربيق دخل 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 تدخل الاخرين الاخرين راهم رجع هذاك الشي كامل راه غيتقاد بالليل تدخل تولي شين دخل لي فيديوهات رجع 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 اربعة راهو شوف شوف راه الشرح تحت راه عاطي المعلومات حتى الليل وكنموري في الاسميات وكنموري في التخربيق تا نريح لهم اما هذيك غير ديال دابا سمعتيني طق 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 خربق باش تدوز الفيديو باش يدوز شي حتى اقرب حداه شي شحال شي هاني ها هو تحيد شي شد الطرف هذا اللي كتشوف فيه مقطع هو اللي كيدوز بلا فيشي هو اللي كيدوز هو اللي كيدوز لك الصوره واحد جيب من عندك معلم 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 لو اشدي هاد الجيب هادي كتطلع لك هادي الفور باش يجيب باش يجيب باش يجيب جيمي 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 قال لي بالك جيمي بو لا راه كاين فيديوهات راه كاين فيديوهات اخرين كل واحد كيدير لي جيمي جيمي واش خاص راه فيديو ورك ورك راهي فيديو راهي فيديو راهي راهي طلع 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 الفوق راهي فيديو ورك اما يتسفو كامل راه الاخرين كلشي فيهم شروحات فيهم كلشي كلشي فيهم عناوين يلا 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 واحد هذا 10 ديال ديال الجيم شنو كيديرو فينا هما كيتسفو راهي 10 ديال ديال فيزيتو لا جيم 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 جيمي 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 أعماق أعماق الأدغال والله العظيم وشوف لك الشعيرة شوف الزهر زي ما تحرقش غير هذا تحرق المعكس يعني هذا إلا اضطريت تحنسيرة تحنسيرة شادني أنا بهاد عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود سعود هو اللي مضروب يعني الا جينا سيدي الكارطون مير عندك ونشوفوا السنه ديال سعود فين كاينه نجيو نقلبوا سيدي سعود هوك يعني هوك يعني غيتسد وهادي غادي تكون هكا يعني سعود فين كاينه كاينه سعود غنحسبها من هاد الجهه يعني اجي نحسبوا السنات السنات سيدي اللي عندنا هنا سيدي عندنا سعود قلنا سيدي واحد جوج
ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود تسعود. شوف إن جات لتحت يعني راه ممكن ناخذ أنا خويط من هنا فهمتيني، ممكن غادي ناخذ واحد خويط من لتحت. عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، هاهي ناخذ سليك من هنا نقيطة نقيطة طق وندوزها، ولكن ملي بحكم الكاوية والسخون تاخذ نقيطة من هنا فهمتيني، احتمال السخونية تأثر ليا على البلاستيك سمعتيني، حتى هاد الاتساع هذا اللي كيكون لتحت ديال 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 هادي ديال الصمت فين كتدخل، الصمت فين كتدخل هاد الحرف هاد الرقيق اللي كتدخل في الصمت يعني غيتنفخ بالسخونية راك عارف، وغيدوب يعني غتبقاش تدخل ليا الصمت يعني غيضربو ليا سنان خرين شي تمر كاين، يعني غنضطر انا نتصاوب ليك الصمت بالضبط باش ما تمشيش لك. شحال قلنا من سنة؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، هاهي هاد النقيطة هادي خصني ناخد نقيطة ونتكيها مزيان، متخافش غادي نقاد لك هاد اللعيبة باش ناخد سليك باش نبرونشيه أنا مع هادا سمعتيني، باش نبرونشيه أنا مع هاد الطرف التحتاني، هاد الطرف التحتاني كتشوف فيه، ولا غنجي أنا لهاد البلاستيك ونحك كريم هنا بعدا على الصداع نحك هادي من هنا سمعتيني، ونبرونشي هاد الخيط هذا مع الكارطمي عاد تأفيش الصور عاد شي تمارا معايا. وراه هذا هو اللي خلى خونا في الله يقول لك لافيشور مشات بحال هكا، عقلتي اللي قال لك لافيشور مشات بحال هكا الكارطمي ولا لافيشور؟ قال لك لافيشور مشات بحال هكا، ملي كيشوف هو راه هاد السودور هو اللي دارو، راه السودور وبغى لالي بغى يجمع لالينات سمعتيني، ما بغاش يجمعو لان رقيقه بزاف فهمتيني، هنا راه كاينه واحد المسافه ما بيناتهم، شي كانت غير شق صغير كان غير شي شق صغير نجي، ولكن صعيب بزاف سمعتيني، صعيب بزاف باش يتشان، ضروري غيتجمع ليه ليتان غتولي توشي هذا يلاقي هذا السلوكه بعضيه، يعني باش انا من بعد غنحك انا هذا راه حطيته ولكن مع ذلك ما دوزش انا مع هو على هذه السنه الفوقانيه هذه، حيت هنا فين كاين لاماس هنا فين كتحط السنه، يعني خصني ندوز انا بيناتهم، وإلا خشيت هاد السلك بزاف كثر من القياس الصمطة ما غتدخلش، ما تدخلش الصمطة هاد الرقيق عندها واحد العبار إلا درت أنا وعمرت ليتان بزاف ما غاديش يدخل، يعني شت حنتير يعني غنضطر أني نسولي الخيط هنا ونبرونشي في كارطون مير نيشان ونخشي ونخشي هاديك. فهمت كيفاش كدير؟ دير الحل من الفوق فهمتي أنت، الأول الحل الوحيد اللي عندي من غير هكا راه ما كاينش الحل، لأن لافيشور مشات بحال هكا. وشناهو السبب؟ الكونيكتور اللي عندك هنا اخويا هو اللي واكل اصحاب بلاصتو، هاد الكونيكتور هذا مزيان، الكونيكتور ديال الشارج باقي نقي، شوف السنان كيفاش دايرين، ولكن اخويا الكونيكتور هذا مدمر، لقيت كوت سيركوي في هاد السنيات الفوقانيين، السنيات الفوقانيين اللي كتشوف فيهم ما كاينينش، لقيت فيهم كوت سيركوي لغيتهم و لالين اللي ديزا من هنا دوزت لك من تحت عاد خلم الشيء راه كله كان كحل من الفوق هنا مع الماء كله كحل على البلاصه اللي كدايبه اللي كتشوفها دايبه سمعتيني، هذيك راه صحه باش السودات السودات رقيق بزاف باش السودات السودات، ملي جيت تشوف لقيت هذيك الصمطه فيها وقع السلام عليكم ورحمه الله الى موعد مع الله ان شاء الله.